السلام عليكم. هؤلاء ثلاثة أصدقاء حاولوا أن يقوموا بتجربة اجتماعية في الشارع. كان يقول أحد الأصدقاء إنه كان يشاهد في التلفاز برنامج يتحدث عن العنصرية تجاه المحجبات، والآن سنجعل صديقتنا ليا تصلي أمام الناس في شوارع نيويورك وسنرى سويا ردة فعلهم. ولكن فضلا إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو ليستفيد الجميع. وضعت ليا سجادة الصلاة في الشارع وكان بجانبها رجل غير مسلم، وقامت ليا بالصلاة في الشارع أمام الرجل وهي تصلي كان ينظر لها الرجل نظرات استعجاب غريبة. بعد أن انتهت ليا من الصلاة أخذت سجادة الصلاة ثم توجه لها الرجل وقال لها: لو سمحتي ماذا كنت تفعلي الآن أمامي؟ قالت له ليا: أنا كنت أصلي، ما الذي كنت تظن إنني أفعله؟ قال لها الرجل: لا أعلم، ولكن كان عندي الفضول لمعرفة ما كنت تفعليه، فلم أرى أي أحد يفعل هذا من قبل، ولكني كنت أستمع كثيرا أشياء عن المسلمين كعلاقتهم بالإرهاب وأمرا كهذا. قالت له الفتاة ليا: أنا كنت أصلي لله فقط، ماذا تقول؟ قال لها الرجل: لم تقومي بأشياء إرهابية؟ قالت له: لا، الإسلام غير ذلك تماما. ذهبت ليا ووضعت سجادة الصلاة وسط مجموعة من الشباب وبدأت في الصلاة، ولكن قام أحد الشباب الغير مهذبين بفعل شيء مستفز، حيث كان يفعل حركات غير مهذبة تماما للفتاة ليا وهي تصلي، وكان يضحك الشباب الآخرين. ذهبت ليا أيضا ووضعت سجادة الصلاة في مكان آخر، وقام شاب بتصوير ليا من خلفها وهي تصلي. وبعد أن انتهت من الصلاة أخذت سجادة الصلاة وذهب الشباب على الفور. قامت ليا بالصلاة أيضا هنا في الشارع، حيث قامت فتاة بتصويرها أيضا، وقامت امرأة أخرى ودخلت معها لتصلي بجانبها. سبحان الله. كانت تصلي ليا هنا أيضا في الشارع، وقام رجل متعصب وقال لها: لو سمحتي لا يمكنك فعل ذلك هنا. ليا كانت تصلي ولم تنتبه لكلام الرجل، ولكن تكلم الرجل بأسلوب قوي وقاسي لها، حيث قال لها: لا يمكنك فعل ذلك هنا، لا يمكنك فعل هذا الهراء هنا، اذهبي وافعليه في مكان آخر. قالت له ليا: حسنا اهدأ قليلا. قال لها: هل ستذهبين من هنا؟ قالت له: هل تتكلم بجدية؟ قال لها: نعم، عليك الذهاب من هنا، لا يمكنك فعل هذا الهراء هنا. تقول له: أنا فقط أصلي هنا. قال لها: ليس مقبولا أن تفعلي هذا الهراء هنا. ولكن سبحان الله تدخل أحد الأشخاص للدفاع عن ليا وقاموا بضرب هذا الرجل المجنون هذا. وذهب الرجل على الفور وقالوا للفتاة ليا: أكملي صلاتك. الغريب أن بعد انتهاء الصلاة تكلمت الفتاة مع رجل لتشكره عما فعله معها، وكانت الصدمة حيث سألت الفتاة عن ديانة هذا الرجل فقال لها إنه يهودي. انصدمت الفتاة ليا. في هذا الفيديو أيضا أجرى شابان من بريطانيا تجربة اجتماعية لمعرفة ردة فعل المجتمع المحلي على الإساءات العنصرية التي يتعرض لها مسلم وهو يصلي في الشارع. قام بهذه التجربة الشاب فهيم البريطاني الذي يبلغ من العمر 17 عاما برفقة صديقه كينيدي الذي يبلغ من العمر 20 عاما إلى شوارع مدينة كراديف لمعرفة ردة فعل الناس. قام الشاب فهيم بالتمثيل وكأنه يصلي في الشارع وسط المارين، في حين حاول كينيدي أن يظهر إنه منزعج من صلاة صديقه في الشارع. وكل هذا المشهد تمثيلي لمعرفة ردة فعل الناس، وواجه صديقه بعض العبارات العدوانية، ولكن كانت ردة فعل الناس مذهلة، حيث دافع العديد من المرة في الشارع عنه ورفضوا الإساءة التي تعرض لها فهيم. وقال فهيم أن هذه التجربة الاجتماعية أظهرت حقيقة الإسلام، لأن وسائل الإعلام تظهر أن الإسلام شيئا سيء جدا. كان من المتوقع أن يشعر الناس بالخوف والريبة من المسلمين نتيجة الصور النمطية المنتشرة عنهم،
لكننا أردنا أن نبين أن المجتمع لا يزال يتمتع بروح التسامح. وفي معظم الحالات تدخل المرة لمنع كنيدي من الإساءة لفهيم وهو يصلي، وأكد العديد منهم أن من حقه الصلاة ما دام لا يؤذي أحدا في الشارع. امرأة رأت رجل يصلي في الشارع، انظر ماذا فعلت، ردت فعل صدمة الملايين. وهنا في هذا المقطع كان يصلي آدم أمام البياعين في الطريق، وهذه السيدة الأمريكية قالت لرجل: عليك أن تحترم ما يفعله، اتركه وشأنه، ووضعت شيئا حاجزا له وهو يصلي حتى يكون منفصل عنهم. هنا في هذا المقطع حصل شيء غريب للغاية حقا، كان آدم يصلي في مكان عام وشاهده بعض الأشخاص، والغريب إنهم ذهبوا معه ليصلوا خلفه. سبحان الله، هذا الشاب المسلم كان يصلي في منتصف الشارع في مدينة إكسفورد بإنجلترا ولم يهتم بمظهره أمام الناس، وفي منتصف الشارع وضع حقيبته وبدأ بالصلاة وسط أنظار الناس المارين في الطريق. والغريب أن هذا الشخص لم يخاف أن يأتي شخص حاقد على الإسلام ويلحق به الضرر، ولكنه لم يهتم بهذه الأشياء التافهة وتأكد أنه في حماية الله، وكان يصلي بثقة تامة. هذا رجل استغرب وقال لآدم: ماذا تفعل في الشارع؟ أنت لم تخجل من فعل هذا الشيء في العلن أمام الناس؟ قال له آدم: أنا أصلي ولم أهتم بكلام الناس. فقال له الرجل: أنا كنت أعتقد أنك تصلي لأنه يوجد أشخاص كثيرون يصلون في هذا الحي، وسلم عليه وذهب. اقترب منه أسد عندما كان يصلي، انظروا ماذا فعل معه. شاهد المفاجأة. هذه القصة تحكي رواية لرجل سائح كان يصلي صلاة المغرب في أحد الغابات حيث حان وقتها، وقد كان يصلي على العشب في الغابة، وفجأة ظهر أمامه أسد ضخم للغاية، أصابه الرعب والصدمة وهو يصلي، ولكن أصر الرجل أن يكمل صلاته، وكان متأكد بأن الله سيحميه من هذا الأسد الضخم بالتأكيد. الأسد يتحرك نحو الرجل وهو يصلي ويقترب منه للغاية، وكلما يستغرق الرجل وقت في الصلاة يقترب منه الأسد ببطء شديد. كان يريد الرجل أن يقطع صلاته خوفا من بطش الأسد به، إلا أن الرجل قام بفعل رهيب ربما لا يستطيع الكثير منا القيام به، حيث أن الرجل توقف تماما وأصر أن يكمل صلاته ولم يخاف من الأسد قط حتى انتهى من صلاته كلها. المفاجأة التي حدثت أن الأسد عندما اقترب من الرجل ثبت في مكان معين قريب منه وهو يصلي ولم يتحرك، وثبت مكانه ولم يهاجم الرجل حتى أنهى الرجل الصلاة وخرج منها، فتفاجأ أن الأسد يذهب بعيدا ويفر هاربا. سبحان الله، ماذا كنت ستفعل أخي وأختي لو كنت مكان ذلك الرجل؟ هل كنت ستفر هاربا خوفا من بطش الأسد بك؟ أنتظر تعليقاتكم، نسأل الله السلام والثبات لنا ولكم. شكرا لكم على متابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة.